نظم أطباء كركوك صباح اليوم اعتصاما داخل المستشفيات بناء على دعوة من نقابة أطباء العراق المركز العام بإيقاف العمل في المستشفيات والعيادات الخاصة لمدة ساعة واحدة، احتجاجا على ما ورد من حيف وغبن لشريحة الأطباء في قانون التقاعد الموحد الذي أقره مجلس النواب وعدم تحقيق العدالة بين الكادر الطبي ونخب المجتمع الأخرى، هذا فضلا عن المطالبة بتفعيل قرار لحماية الأطباء من الاعتداءات الإرهابية التي تطالهم. بناء على طلب نقابة الأطباء العراقية في بغداد والكردستانية بفرعيها في كركوك، قام الأطباء باعتصام ووقفة احتجاج اليوم لمدة ساعة في باحات المستشفيات، يطالبون خلال اعتصامهم اتخاذ الإجراءات الصحيحة لحماية الأطباء وإنصافهم في قانون التقاعد الموحد وتعديله. هذا الاعتصام كان بناء على تلبية من نقابة أطباء في مدينة بغداد. طبعا هذا الاعتصام كان لسببين، السبب الرئيسي نطالب يعني من الحكومة المحلية والاتحادية بضرورة توفير سبل صحيحة في لحماية الأطباء، لأنه مغادرة الأطباء المدينة خسارة، مع الأسف خسارة لمدينة كركوك. الفقرة الثانية ما يخص قانون التقاعد، طبعا هناك جدل حاليا بين أوساط الشعب العراقي بشكل كامل، هناك غبن لشرائح وهناك امتيازات لذوي المناصب العالية، يعني أنا أشوفها غير مشروعة مع الأسف، يعني للبرلمانيين أو مراتب عالية، فالأطباء من الشرائح اللي دا يحسون بالغبن، أطباء وزارة الصحة دا يشوفون أكو فرق بين وزارة العاملين في وزارة أطباء العاملين في وزارة التعليم العالي يختلف عن تقاعد الأطباء وزارة الصحة. آخرون من الأطباء طالبوا الحكومة المركزية تفعيل قانون حماية الأطباء أيضا وتعديل قانون التقاعد الموحد وإنصافهم مع من لديه درجة دكتور في الجامعات ومناصفتهم في رواتبهم مع أطباء كردستان وعدد ساعات العمل ما بين أطباء النقابتين. الاعتصام عنده بعدة مطالب، الأول قانون التقاعد الموحد يكون بتعديل بحيث يشمل 80% من الراتب الكلي وليس الراتب الاسمي، أسوة بباقي أعضاء مجلس النواب الدرجات الخاصة وكذلك الأساتذة الجامعيين. القانون الثاني، المطلب الثاني فيما يخص حماية الأطباء، تفعيل قانون حماية الأطباء فيما يخص قانون الحيازة والحمل بالنسبة للسلاح الخفيف، زيادة الحماية في المستشفيات في العيادات الخاصة. المطلب الثالث بالنسبة لرواتب كمقيمين دوريين، احنا الراتب مالتنا يعني هي قليلة مقارنة بأطباء كردستان. راتبنا التقاعدي بالنسبة للأطباء قليل أسوة بأطباء الجامعة، فنحن نطالب من سيادة رئيس الوزراء النظر في رواتب التقاعدية بالنسبة للأطباء لكون هذه الشريحة شريحة مهمة في المجتمع. حسب ما أوضحه الأطباء أنهم سيستمرون في اعتصاماتهم حتى ينالون مطالبهم، فهناك قوانين كثيرة أقرت في مجلس النواب العراقي، منها قانون التقاعد الموحد غير المنصف بحقهم، ولم يشرع قانون حماية الأطباء إلى الآن حسب قولهم. هلغورد حسن، فضائية كركوك.